نشرة السودان في دقيقة، أهلا بكم. وزارة المالية في الحكومة الانتقالية تعلن اعتماد أسعار جديدة للوقود بعد إلغاء الأسعار القديمة. اندلاع احتجاجات في عدد من المناطق صباح اليوم على خلفية زيادة أسعار المحروقات. الشيخ الدكتور محمد عبد الكريم رئيس تيار نصرة الشريعة ودولة القانون يقول إن البرلمان المنتخب من قبل الشعب سيكون برلماناً حراً ولن يوافق على جريمة التطبيع مع الكيان الصهيوني. الناطق الرسمي لغرفة مستوردي الأدوية يوسف شكاك يقول إن شركات الأدوية الخارجية أوقفت حصص الأدوية للصندوق القومي للإمدادات الطبية ورهنت استئناف التعامل بسداد مديونية بقيمة 100 مليون دولار. نهاية نشرة السودان في دقيقة، إلى اللقاء.